مرحبا أعزائي متابعي قناة بدين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن الانستغرام وتحديدا عن طريقة إضافة رقم هاتف إلى حساب الانستغرام. قبل ما أبدأ أشرح الطريقة، طلب رجاء أخوي أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. هذا الفيديو راح أعمله حتى أنزل فيديو ثاني كيف راح نغير الرقم، لأن حسب المتابعين أنه الطريقة تغيرت. فهذا الفيديو راح ننزل هذا الرقم، وبعدها بكرة راح ننزل تغيير الحساب. لكن رجاء ثاني مرة أخرى مثل ما أساعدكم ساعدوني، اشتركوا بالقناة وانشروها لأصدقائكم ولايك للفيديو. حتى أضيف رقم هاتف إلى حسابي للإنستغرام راح أدخل على الإنستغرام، وبعدها أدخل هنا على ثلاث أسطر، راح تظهر عندي هذه الصفحة. أدخل على كونتو أوبرزيشت اللي هو مركز الحسابات. دخلت على مركز الحسابات راح تظهر عندي هذه الصفحة. أدخل على التفاصيل الشخصية. لو دخلت على التفاصيل الشخصية راح تظهر عندي هذه الصفحة، تاريخ الميلاد وهنا ملكية الحساب. أدخل على معلومات الاتصال، راح يكون البريد الإلكتروني هنا. أخذني لهذه الصفحة هنا، إضافة جهة اتصال جديدة، إضافة رقم هاتف. الآن رقم الهاتف أنا راح يكون بألمانيا، هو ويا الكود مثل ما تشاهدون هنا 49، فأنا راح أضيف رقم الهاتف. الآن بعد ما ضفنا رقم الهاتف وتنزل للأسفل، تحدد الحساب اللي تريد تضيف للرقم وتكبس على تسجيل الدخول اللي هي هنا، راح يظهر عندك التالي، وفقط تكبس على التالي راح ياخذك إلى الصفحة اللي بعدها. مثل ما تشاهدون راح ياخذ لي على صفحة إرسال الكود إلى رقم الهاتف مالتي، وراح توصلك على الرسائل. لكن أنا الرسالة تأخرت بحدود، مثل ما تشاهدون أخذني هنا إرسال الرسالة، والرسالة تأخرت بحدود 10 دقائق، فلا يظل بالكم. الآن وصل الكود ودخلت الكود، وراح يظهر عندك التالي بالأسفل. بعد ما تدخل الكود طبعا تأخر بحدود 10 دقائق مثل ما قلت لكم. والآن راح هذا الحساب اللي حددته راح يصير عليه رقم هاتف مثل ما تشاهدون قدامكم. لقد أضفت الرقم الخاص بك إلى الحساب الذي تم تحديده. قبل ما أنهي الفيديو ضروري كل واحد يضيف رقم هاتف وبريد إلكتروني إلى حساب الإنستغرام وإلى كل حسابات، حتى لا سامح الله إذا صار شيء يقدر يرجع الحساب مالته. نهاية الفيديو لا تنسوني بالاشتراك واللايك ومشاهدة الفيديوهات مالتي، أكون جدا شاكر ومع ألف سلامة.